أخبار اليوم. بوب صالح، اهلا بيك معانا في اخبار اليوم، ونورت نجوم اف ام من جديد. كلمنا بقى الفتره اللي فاتت كنت فين؟ كنت هربان. لا، الفتره اللي فاتت انا بقالي داخل على 3 سنين كنت في دبي. عشت تجربتين راديو هناك، اول تجربه كمذيع، تاني تجربه كاداره، كنت بدير محطه هناك، والحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا ننصب عليهم ونمشي الحمد لله. عودتك مره ثانيه؟ كنتش قادر، كنت قاعد بهرش بفرك، مش قادر هموت وارجع نجوم بيتي. انا واحد من الرجاله اللي ابتدوها في 2003، فمش عارف، كنت حاسس ان في حاجه غلط. حتى لما طلعت هناك الراديو هناك حلو وكل حاجه، بس عشان في تعدد جنسيات وجاليات كتير جدا بتسمعك، فقشطه، ممكن المصري يحبك طبعا، طبيعي، الاماراتي ماشي، مش هنخش بقى في الجنسيات الثانيه بالظبط. فبعد كده لك هو بيقول ايه ده؟ هي عامله لي عمل. طبعا نجوم فاهم ليها سحر طبعا، 100%. يعني ما احنا وانا هناك كان في كذا حد كلمني من جهات تانية، واتكلمنا مع بعض من راديوهات تانية، بس مش عارف، ما ضميري واحساسي وكل حاجه ما جابنيش. حسيت ان انا لازم ارجع نجوم، بس لو كنت هرجع نجوم كنت عايز ارجع اعمل حاجه مختلفه عليا انا. تعالى بالليل، ده ايوه. ايه بقى؟ تعالى بالليل وانا اقول لك. ايه بقى؟ تعالى بالليل. هل هيبقى عامل زي القهوه كده، زي احمد يوسف الاول، ولا الجديد اللي انت؟ لا، هو اجتماعي، بس هو واخد طابع ساخر شويه، واخد اجتماعي داخل جوه في القلب. يعني انا لما ابتديت، لما كنت بعمل ميكسولوجي، الناس كانت بتقول لي ايه ابن بابي ومامي ده اللي بيقعد يلعب اغاني انجلش وما انجلش وبتاع مش عارف ايه، فكسرت، عملت الموقف، عملت النقيض تماما، فلقيت نفسي اكتر بصراحه. يعني انا الاقي نفسي اكتر، ان انا بليك شعبيه كبيره جدا، يعني ما شاء الله، ما شاء ربنا وتكاتك الحمد لله. بس اللي بيعمله دلوقتي وحش، وانا بحبه جدا جدا جدا، وانا مبسوط جدا ان هو موجود مع نجوم اف ام دلوقتي. يعني انا كنت من ضمن الناس اللي كنت مأيده انا في 2004 في راديو ستار. خالد شخص ذكي جدا، سريع البديهه جدا، جريء، دمه خفيف، وانا مبسوط جدا ان هو بيعمل البرنامج ده وبيعمل معاك في السكه. احنا فينا من بعض شويه، انا وخالد، يعني ده اللي الناس هتبتدي تشوفه. في جزء في شخصيتي، اللي يعرفني شخصيا يعرفه، بس اللي على الراديو ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش من البرامج اللي انا كنت بقدمها والبرامج الثانيه اللي كنت بقدمها على مدار السنين اللي قعدت فيها. ده انا مراهن عليه، وكل الناس هتقعد تقول لك انا هعمل حاجه جديده والاول مره على الراديو والكلام ده كله، بس انا بتحدى، انا اللي هعمله يوم واحد ان شاء الله، من اول ما نطلع بالخريطه الجديده، انا بتحدى جديد تماما على الراديو هنا في مصر. مش عشان انا اللي بعمله ولا عشان اي حاجه، هو بس يعني خد شويه تعب، 2 3 يعني تعبنا فيه جامد. ان شاء الله بالتوفيق يا ايهاب، باشا ربنا يكرمك. جمهورك اللي كان مستنيك سنتين، انا مش قادر بقى، انا عايز انطلق. بالظبط، يعني اتمنى لك كل نجاح، ومستنيين مفاجآت ايهاب صالح في نجوم. حبيبي، وانتوا دايما ربنا يوفقكم ويكرمكم، وانتوا ورانا دايما ننجح اسرع بقى. ان شاء الله. حبيبي ربنا يكرمك، ماشي، شكرا.